أزمة من الأيار الثقيل تلك التي أصابت فريق برشلونة بآخر السنوات، فتحول معها قطب إسبانيا الثاني من فريق ارتبط اسمه بالنجاحات الرياضية لفريق مهدد بالإفلاس وبحجم دين بلغ حاجز المليار ونصف المليار يورو. تأرجح الوضع الاقتصادي لفريق برشلونة بين ارتفاع مضطرد لتكاليف الفريق المالية ووباء شلت معه جل القطاعات الاقتصادية وحتى الرياضية، عوامل ركمت حجم الخسائر بالبيت الكتالوني لتكون أحد الأسباب التي دفعت النادي لإعلان فك ارتباطه بأسطورته الحية ليونيل ميسي. أنهى برشلونة موسمه الكروي بصفر من الألقاب، وهو من اعتاد الوقوف على منصات النجاح، ومن رحم تلك المعاناة خرجت إدارته بأهم قرار من شأنه أن يعيد للنادي جزءا يسيرا من هيبته الضائعة. إدارة الرئيس الجديد القديم خوان لابورتا أرادت أن تكون مجددا حجر الأساس لمشروع برشلونة المستقبلي، والروافع الاقتصادية شكلت طوق النجاة لتجاوز الوضع الذي وصف بالأمس القريب بالكارثي. أنفق برشلونة ما لا يقل عن 153 مليون يورو بموسم الانتقالات الصيفي، فنجح في إبرام صفقات كبرى تضمنت أسماء لامعة في صورة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا، بالإضافة للمدافع الفرنسي جول كوندي. وفيما لا تزال إدارة الفريق بقيادة رئيسها لابورتا ومهندس صفقاتها ماتيو أليماني تؤكد نية النادي في إبرام صفقات أخرى، تساءل الجميع كيف لفريق منهار ماليا أن يتصدر مشهد الانتقالات، لتتجلى الإجابة بمصطلح الروافع الاقتصادية والتي تعتبر بمثابة حل اقتصادي لجأ إليه الفريق لتجاوز خسائره من خلال بيعه ل 25% من الحقوق المستقبلية للبث التلفزي الخاصة به لشركة الاستثمارات الأمريكية سيكس ستريت بارتنر لمدة 25 عاما وبقيمة مالية تجاوزت نصف المليار يورو. حجم الهوة المالية التي تراكمت بآخر السنوات دفعت غالبية الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 600 عضو للموافقة على بيع 49% من التراخيص والأعمال التجارية الخاصة بالنادي وبقيمة بلغت 200 مليون يورو. حلول وإن وصفها عديد الاقتصاديين بالظرفية كونها تنضوي على عديد المخاطر المستقبلية في حال فشل النادي على الصعيد الرياضي، إلا أنها وحسب عشاق البارسا تشكل متنفسا من شأنه أن يسهم في استعادة الفريق لتوازنه المالي والرياضي، ويبقي اسم برشلونة كعلامة تجارية رائدة بعدما كادت الأزمات المتعاقبة من أن ترمي به إلى غياهب النسيان.